إلى هنا مشاهدينا لكم منا أجمل التحيات، ونتمنى لكم متابعة شيقة عبر شاشتكم قناة الظفرة. ونذهب الآن إلى مدينة العين دار الزين والزميل يوسف المعمري ليطلعنا على فعاليات المنطقة وأحداثها. مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء من كل مكان، من دار الزين أرحب فيكم. أنا يوسف المعمري، وأيضا معي يتواجدون معي في هاي الأثناء سعادة أحمد بن سودين. أرحب بك أخوي أحمد، كما نرحب أيضا مشاهدين الأعزاء بالشاعر جابر بن ناصر الحبابي. لكن أنا بفتتح هذه التغطية بقصيدة، شو رأيكم؟ زين زين. أقول من عاش في الإمارات ما شكا من القهر والذلة، يبقى رافعا راسه في السماء عالي، حبنا للإمارات واجب علينا نشله عشق قديم وعالي. يا وطن عالي يا رب تحفظ دولة الإمارات من كل علة، من بوظبي لآخر الدولة ومكان منزالي. سلامتك. جزاك الله خير، بيض الله وجهك. الإمارات 43 سنة من العطاء ومن التميز ومن الدعم اللي نحصله من قيادتنا الرشيدة. أحمد بن سودين، أنت كرجل خدمت في دولة الإمارات وقدمت الكثير، خبرنا عن 43 سنة. والله يا أخي الكريم، نحن مهما تكلمنا عن 43 سنة بنكون مقصرين، لأن احنا شهادتنا مجروحة في أنفسنا. لكن العالم كله يتكلم عن نهضة الإمارات. احنا هذا المكان اللي كنا الآن جالسين فيه، لو جيت أنت فقط خلي 43 سنة، جيت قبل 30 سنة بتحصل هذا عبارة عن شعبة، فعن كيف الماي يوم ينزل من الجبال يخطف من هني ويصير ما يبقى هني عندنا بطحه بن هلال، تسمعني؟ نعم. الان شوف فيها هذا النادي. احنا خلينا نقول لك، يعني انا اعتبر الامارات ارض المعجزات. هذا النادي بني خلال يمكن سنه، هذا النادي سنه او سنه وشهرين، الناس مستغربين كيف بني هذا طبعا هو الشان مشاريع كثيره في الامارات. نحن في الامارات نفخر بان المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، طيب انه يعني بدا العين هذه بشيء بسيط، عبارة عن بيوت بسيطة جدا. نعم. لو شفتها في الصور ما بتصدق. صحيح. الآن نحن نشوف، ما بنقول أبوظبي، ما بنقول دبي، فهذه عواصم كبيرة والحمد لله فيها تقدم. شوف العين دار الزين. صحيح. العين فيها الحمد لله رب العالمين الآن البنايات والشوارع والمولات، أكثر من 12-13 مول. صحيح. فيها الحدائق، فيها يعني المنتجعات السياحية، فيها مبزرة اللي هي يعني زايد الله يغفر له رحمه يعني سواها منطقة خضراء، يعني يجونها من السعودية، ناس يجونا من السعودية، من قطر، من الكويت يزورون هذا المكان. نعم. يجونا من دول أخرى أجانب، أنا عندي تعامل مع الأجانب وكذا يعني في الشركات. نعم. أول ما ويعرفون بزرة أحمد، يتقبرون عن بزرة، لما يجون يشوفون بزرة ويطالعون الجبال اللي حوله ويشوفونها يعني يستغربون. زين زين اخوي احمد، انت الحين طعمرك قبل، لو نرجع طعمرك نفس ما ذكرت قبل. نعم. ما تطلع المبزره هذه. نعم. يوم كنت تمر من ذيك البقعه، كنت تتوقع ان هذه بتصبح معلم سياحي مهم في دوله الامارات؟ حشا والله، والله 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 ثم والله. نعم. لا كنت افكر انها بتكون معلم، ولا كنت افكر اني بخطف فيها الا كاني عاد مجبور. صدق. هاي منطقه جبليه وعره، معروفه. نعم. وعره عباره عن هضاب وجبال ومرتفعات، واصلا الله يطول عمر يعني شيوخنا. نعم. امر ذيك الايام يعني الشيخ خليفه، يعني كان في ذلك الوقت ولي عهد، ان يقصون اليبل هذا. صدق. وقصوا اليبل يعني يطلع صوب يعني مزيد. نعم. فهمت كيف؟ ممر. اختصار يعني اختصار هي. نعم. يعني من عين من 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 العين الفايضه يعني يقطع يبل هو مصنع الاسمنت في زاخر. بالضبط بالضبط. نعم. هذا ترى مقصوص هذا اليبل. نعم. ومن ثم يا الشيخ زايد طيب الله ثراه وامر يعني بان تقوم مبزره. نعم. وقامت مبزره، طبعا مبزره لما قوم الشيخ زايد الله يرحمه قومها على اساس العين الفايضه اللي عدالها يعني 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 تكمله لها، لان زمان الله يرحمه كان حسب ما يقولنا شوابنا كان يطلع الصيد هو في نفس المنطقه. صدق. تصور يعني يطلع الصيد حتى اليوم اظني فيها الارنب وفيها الارنب، لكنهم كانوا يطلعون الصيد. تصور يعني ارض يطلعون فيها الصيد، يعني شو يكون فيها؟ صدق. بعيده سيح يعني. بنكمل هذه القصه الجميله. زين. زين. بعد ما ارحب بالشاعر جابر بن ناصر الحبابي، علم اماراتي وشاعر جميل، ارحب بك جابر. الله يبقيك، اولا اشكرك جزيل الشكر والتقدير على الواجب
اللي قمت فيه. الله يعزك. هذا واجب علينا جميعا بهذه المناسبة الغالية. نعم جابر، اليوم عمرك الكل ينادي الله الوطن الرئيس الشاعر جابر بن ناصر، شو تذهب في هذه المناسبة؟ والله طال عمرك مهما تكلمنا أخوي أحمد الله يحفظه كفى ووفى وريال عنده خبرة، الشاعر دائما خبرته في شعره وما يقدم فيه، الله المستعان. لكن اللي احنا نثق فيه ونعلمه ان احنا في نعمه ما حد فيها، الله اكبر، لا شك، محسودين على هذه النعمه. شوف نسال الله العظيم انه يديم النعمه علينا، الله يديم الامن والامان. آمين. والنعمه. شوف احنا طال عمرك اليوم بس مجرد تحصيل حاصل هذه الفرحه، نحن في دوله الامارات ولله الحمد افراحنا مستمره، مبادرات شيوخنا مستمره. صحيح، شيوخنا الله يحفظهم يوم يطلقون مبادره يفكرون فيها هل هذه بتفرح هذا المواطن ولا لا، فما تطلع هذه المبادره الا بعد ما يقيمونها وهناك متابعات، فنعجز عن الكلام. نعجز والله العظيم فعلا. يقول الشاعر، يقول الشاعر، يقول شكرا جزيلا يا شيوخ الامارات يا اهل الوفاء واهل الكرم والرجوله، جوله يفداكم اللي عايش في الملذات ما سر شعبه والظهر صف قوله. الله الله. اقولها يا شيوخنا عشر مرات، بلادنا ما مثلها باي دوله، مكارم وزياده في المعاشات دينكم ما هي دين مغلوله. الله الله. منكم بقينا كل ابونا فخامات، واللي نبي يسهل وسهل طوله، طوله منكم رقينا في الطوال المنيفات، ومنكم نظرنا الغرب نظرة خجولة. جولة. يا سيادنا هذا زمان البطولات، وانتم كسبتوا يا النشام البطولة. بطولة. شعوب في الدنيا سواهم والأموات، حكامهم كل يهمهم حصولة، وانتم عساكم تنعمون المسرات، همومكم شعب يعيش بسهولة. الله الله. تجزون عنا يا رجال المهمات، خير من اللي عز منهم صفولة، ندعي لكم بقلوبنا في الصلوات. يا الله. ما ربح من خسر البشر ما دعوله، واحنا لكم رهن الندى والاشارات، شعب ولكن في الشدايد حموله، شعب التلاحم ما يعرف النزاعات، مرحوم ياباني على العز دوله، فيها اتحاد قلوب قبل الامارات، يبطون الاعداء والقلوب مغلوله، بقلوبنا زايد بقى حي ما مات، والشيخ ابو سلطان شل الحموله. الله يديم شيوخنا اهل المروات. آمين. اهل الوفاء واهل الكرم والرجوله. آمين. جميل. آمين. الله صح الله لسانك، صح الله بدنك، وبيض الله وجهك، وجهك ابيض نفس ما ذكرت، علم اماراتي وشاعر جميل. نعم. جابر ما شاء الله عليه دائما كلماته تدخل القلب بسرعه. ما عليك. هو قال شيء يعني مهم جدا، ترى زايد يعني وإكرامات زايد. لا. شوف أنا أعتقد زايد عمل طبعا أشياء كثيرة، لكن بعض الأشياء مهمة جدا طبعا. شوف يعني زايد في حياته الله يغفر ويرحمه أسعدنا يعني مواه الجنة وخلانا مو محتاجين حق حد، وعمل وألف فعلا. وألف القصيدة صدقه، ألف قلوبنا وألف الإمارات كلها. نعم. من التقاسيم ومن الاشياء. نعم. وغيرها. ولكن الاهم من هذا. نعم. خلف لنا ذريه. الله ذريه الله. صالحه. نعم. الله يرحمه. ذريه قويه. الله ذريه يعني استتب الامن وتابع الامن مهامه، نحن اليوم نبات في يعني في بيوتنا ونحن في امن وامان. بيبان مطلقه. كل هذا ذريه طال عمرك، اذا نحن اخطانا. نعم. وجهتنا وقومتنا، فهمت كيف؟ وسامحتنا. لا وعانتك بعد. لا وسامحتنا. واذا اصبنا، اذا اصبنا هذا هو المهم، كافأتنا وعطتنا تسمع ويسرت وسهلت امورنا. ذريه يعني شو بقول لك، اذا نحن يوم من الايام صابتنا لا سمح الله مصيبه، اول الناس هم يعزونا في خيامنا العزاء موجودين، في مكاننا موجودين، في افراح، يعني ذريه ولله الحمد، يعني ذريه صالحه من ذلك الرجل الصالح. نعم. ولذلك هو اكرمنا. نعم. في حياته. نعم. الله يغفر له ويرحمه، واكرمنا في مماته بهذه. نعم. الذريه. الله المستعان. ندعو الله سبحانه وتعالى بهالمناسبه ان يبقيهم لنا ان شاء الله. اللهم امين. طال عمرك يعرفون العالم بعيال زايد. نعم. نعم. هذه ثبتت في قلوب الاماراتيين الى ابد الابدين. نعم. سندعى
وسيطلق علينا ابناء زايد. وازيدك من الشعر بيت الشاعر، ازيدك من الشعر بيت. اليوم احنا طال عمرك نحتفل، طال عمرك كل شخص على ارض دوله الامارات، الناس هذه اللي تشوفهم الحين خلف الكاميرات اخواننا المقيمين قاعدين جايين بفرحه. نعم اكيد كل الناس فرحانه، الكل فرحان طال عمرك. اليوم نحن في هذه التغطيه وردنا اكثر من 100 اتصال، فيهم المقيم وفيهم يبون يقولون شكرا. نعم عندنا خبر، ولكن نوصل طبعا نحن المشاهدين الاعزاء نعتذر من اي شخص كان وده انه يكون معانا، ووعدناهم ان نوصل رساله شكرهم وتهانيهم الى المقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان والى جميع حكام شعب الامارات. طبعا نحن نشكركم، ودنا نطول معاكم اكثر، ولكن نفس ما ذكرت لكم ان هناك ضيوف اكيد موجودين. طبعا احمد بن سودين اليوم منظم امسيه، بنتكلم بس بمختصر في 30 ثانيه خبرني عن الامسيه هذه. والله نحن انا منظم اليوم امسيه شعريه، بيكون على راسهم الشاعر راشد الرميثي اللي ونعم. هو شاعر البيرق ونعم. ومعاه يعني شعراء يعني الحارثي والشعراء حمد سعيد البلوشي. والله ونعم. ونحن طبعا بهذه المناسبه ندعو الجميع اللي عنده يعني وقت ان يجينا بعد صلاه العشاء في الطويه ماضي. نعم. طبعا المقصد منها ان نفرح جميعنا مع فرحة الامارات. فرحة الامارات نعم. اسم برنامجنا فرحة الامارات. فرحة الامارات. جزاك الله خير وطول الله عمرك يا ابو شهاب، نتمنى نشوفك. تحياتنا للشعراء اللي عندك، نقل لهم تحياتنا. ويا ريت تزورونا انتم بعد باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا احمد، كل عام وانتم بخير. وانت بخير، عسى الله يعود علينا ان شاء الله بالامن والايمان والسلامه والاسلام. نعم. ويخلي لنا الشيخ خليفه بن زايد واخوانه اعضاء المجلس الاعلى كلهم وولي عهد الامين الشيخ محمد بن زايد، الله يطول عمره ويبقيه لنا ذخر. امين. يعني نحن حقيقه ما نطلع من جزاهم ابدا، الله يبارك فيهم ويخليهم لنا كلهم باذن الله. شكرا لك. جابر في 30 ثانيه كلمه شو ودك توصل بها؟ اقول شكرا لكل من سعى في اظهار فرحه الشعب الامارات. جزاك الله خير. انا بغيت اقول حاجه انت ما قلتها. كان في جمهور خارج يبلغ الاستاذ يوسف تحياته ينقلها عبر البرنامج. نعم. فانا اعرف ان الوقت ضيق، العالم متواجدين، الفرصه كل يريد يغتنم الفرصه للتعبير عما يجول في غابه. صحيح. اسال الله العلي العظيم انه يديم علينا نعمه الامن والامان في ظل قيادتنا. امين. اشكر الله يحفظكم. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء. هذه كان لقائي مع احمد بن سودين وجابر الحبابي، شكرا لهم على هذه الكلمات الجميله. بنطلع فاصل قصير وبنعود لكم، تريونا. من واحد
من جديد مرحبا الساعة بكم مشاهدينا الاعزاء. طبعا انضموا الينا ضيوف اداد، لكن قبل ما ارحب بالضيوف، الجو جدا رائع، الساعة 4:30 تقريبا العصر، ولكن ما قاعدين نحس باي حرورة واي شيء، صراحة الجو جدا جميل. معاي نديم مدير مكتب اللوتس للسفريات، ارحب بك عبر قناة الظفرة في هذه التغطية الخاصة. يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك نديم. يا مرحبا والله. الشاعر الاماراتي المتميز من جامعة الامارات احمد المناعي. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك يا ابو شاعر. اهلا وسهلا فيك يا يوسف. الله الوطن الرئيس الشاعر. ابدا ابى اسمع قصيده، انا مستعجل ابى اسمع قصيده. ان شاء الله. هذه طبعا القصيده انا اهديها الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد، والى شعب الامارات وجميع من يقيم على هذه الارض الطيبه. يقول: وطن كلمه اجتمعنا له وشفنا رفه الاعلام، تذكرنا المؤسس لابناها زايد المرحوم، رحل عنا ولكنه بقى في كل هالحكام، نشوفه في ابو سلطان قايدنا كبير القوم، نشوفه في ابو خالد الى منه بدا او قام، نشوفه في الجواسم كلهم ومحمد المكتوم، نشوفه في المعلى والنعيمي مع حمد ما دام، نبض فرض الوطن حبه واسمه باقي موسوم، نشوفه وسطنا ونحن ونبكي عام يتبع عام، ولكن ما رحل منه ترك بعده رجال قروم، خليفة كثر ما نكتب في وصفه تقصر الأقلام، وتعجز كل أبيات القصيد ولا عليه تروم، تعلمنا من أفعاله وش يكون الصبر لا دام، تعلمنا وش يصير الصعب لا حاربته عزوم، نلبي يا وطن نبغي نرد الدين للأيام، ورد الدين واجب بس دينك ما يرد في يوم، نحب بلادنا وأعمارنا ونفوسنا تنسام، نسوق أرواحنا بس العلم يبقى يرفرف دوم، تعلمنا الكثير ومنكم يا سيدي الإلهام، لأجل الدولة وحب الوطن نتوعد الغيوم، لأن الباكر بيكتب فخر في شعبنا المقدام، وطالعنا السماء والغير يدري بس قال حلوم، ويوم إنجازكم يا سيدي حقق لنا الأحلام،
وصلنا الغيم باسمك سيدي في دار بن مكتوم. الله الله سوالك. صح الله لسانك. صح الله ويهك. احمد، العيد الوطني او اليوم الوطني 43 اكيد هناك تجهيزات جهزتوا لها، حفلات، امسيات، اوبريت مثلا. العام انت كان عندك اوبريت وانا حضرته صراحه، كان جدا جميل. هالسنه شو عندكم؟ والله السنه كانت وايد فعاليات. نعم. عندنا كانت اكثر من امسيه لليوم الوطني، كذلك كان عندنا اليوم يوم العلم، فكان ما بينهم في فعاليات ليوم العلم ولليوم الوطني 43. كانت عندنا فعاليات في الجامعه الامريكيه في الشارجه، في جامعه الامارات جامعتي، وعندنا في يعني مؤسسات حكوميه وغيره. نعم. الكل قاعد يحتفل. الكل يحتفل. هو انا اتوقع ان بدات الاحتفالات من يوم العلم خلاص. صحيح. كانت نفس ما يقولون ستارت. بالضبط. وفتحوا المجال الحمد لله للاحتفالات، الكل قاعد يحتفل الحمد لله. نديم، طبعا مكتب اللوتس جزاكم الله خير، انتم بعد شاركتوا في كثير من الفعاليات. نعم. خبرني عن بعض الفعاليات اللي شاركتوا فيها، وشو الاهداف من مشاركتكم انتم كقطاع خاص اليوم تشاركون المؤسسات الحكوميه والخاصه. والله اولا تحياتي حق سيد السحب سمو الشيخ خليفه بن زايد النهيان، الله يعطيه الصحه والعافيه، وشيخ محمد بن زايد النهيان نائب رئيس الدوله. وش اسمه، نحن والله هالسنه شاركنا في فعاليات وايد، يعني الصبح غير وفي النهار غير. عندنا تراثيه، عندنا وزاره العمل، كليات خوارزميه، ونادي الاهداف. يعني انتم مشاركتكم تعبرون عن شو نديم؟ يعني نحن والله نوزع تذاكر عشان الشعب شويه يعني مثلا تشجع. نعم. ناس تشجع يوم، ناس تشجع يعني مثلا يبدون يحتفلون. نعم. مع بعض يعني كل واحد تدعمون يعني تدعمون الحضور بتذاكر سفر. يعني طبعا طبعا الاخ نديم في هاي الاثناء قبل ما نطلع على الهواء اعلن انه يقدم تذاكر سفر لكل مذيعين اللي هو برنامج فرحة الإمارات إن شاء الله. تذاكر سفر إن شاء الله بتكون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة إن شاء الله، مقدمة من مكتب اللوتس للسفريات. نحن نشكرك على هذه المبادرة. الله يسلمك. وأشكرك على إصرارك على مشاركتك في هذا اللقاء. الله يبارك فيك. بعود لي أحمد المناعي، قصيدك جميل، أبا قصيدة فرش 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 وحصرية لقناة الظهرة. طبعا بمناسبه اليوم الوطني والاحتفال اللي قاعدين نشوفه، الامارات كلها قاعده تحتفل، كتبت ابياتي في حب البلاد هذه. قلت يا دولة العز يعلى الرب حامينا، من عين حسادنا وكل من يعادينا، في حب ارض الوطن ما نبغي وصيه، حب الوطن والقياده ساكن فينا، ولجل البيار ترف بعز قادتنا، بنسوم أرواحنا وتبقى معالينا. في يوم كان المحيط يثور بطرافه، احنا وقفنا نأسس في السمامينا، لأن الوطن حب بين الشعب والقادة، ولأن الحياة بمعزة من مبادينا، ولأن الريادة هدف ما نرتضي دونه، من صغرنا وحن على الأول تربينا. يا دولة العز سيري للسماء، وإحنا في حب شيخ المسيرة لا توصينا، في حب شيخ المسيرة. صح لسانك. صح لسانك نديم، ابغى تذكره حق احمد المناعي ان شاء الله. طيب ان شاء الله تستاهل. تستاهل. مشكور. مشكور ان شاء الله. الله يسلمك. نعم. احمد خبرني، هل هناك تجهيزات مثلا في، طبعا بكره اللي هو اليوم الوطني 43 دولة الامارات، اكيد عندكم التزامات مع كثير من الفعاليات او الهيئات، خبرني شو مشاركاتكم ان شاء الله بدكم؟ والله اخي يوسف، نحن يعني كشعراء وككتاب بدينا فعالياتنا الامسيات والغير والاوبريتات والحضور قبل اسبوع من الفعاليه، عشان يعني الضغط الموجود في هذا اليوم. نعم. ان شاء الله نحن يوم الثلاثاء بيكون عندنا الاحتفال هني في العين، راح نكون من الحاضرين ان شاء الله. انا بكون حاضر عن نفسي، انا اختتمت فعالياتي كلها. الاوبريتات عندك فكره عنها؟ قدمنا اوبريت كان في اسبوع اللي طاف. نعم. كان ربط بين اليوم العلم والخدمة الوطنية. جميل. دورنا كشباب، دورنا كطلاب، دورنا كمواطنين مقبلين على الخدمة الوطنية، مع احتفالا باليوم الوطني 43. كان هذا في الأسبوع اللي طاف، كنت أنا ومعي الشاعر مذكر الحارثي. ونعم. الله ينعم حالك. فكنا قدمنا أوبريت بسيط، ولكن الأوبريتات الثانية اللي كنا متعودين عليها في الفترة السابقة
في اخوان ثانيين طبعا قدموها بدالنا، احنا اكتفينا بالامسيات هذه السنه. نعم. الله يعطيك الصحه والعافيه. امين يا رب العالمين. شو سالفه القصيده هذه اللي كل يوم بعد الساعه 10 في الليل طرشها؟ ابغاك تخبرني قصتها وابغاك تسمعني هالبيتين. انا يتني اسرار، بعض الاسرار عنك. ايه تعرف انا لازم اتقصى بعض المعلومات. ايه ما شاء الله عليك انت عاد اللي هي تصبح على خير وانا اصبح على شو؟ على جرح. على جرح. طول لي بعمرك يوسف، انا من بعد الساعة 10 افضى، ولما افضى اخلص اشغالي وكل شيء تقعد تدور الافكار في بالي. تتمزق. اتمزق بالضبط، فتقعد تدور الافكار في بالي فاترجمها، احيانا نثر احيانا شعر، في الغالب شعر. مؤخرا صرت كانت لي كتابات، ولكن في يوم من الأيام صار موقف معين لي، فكنت مثل ما يقولون منتشي شعر، فأرهقتني الفكرة إلا أكتبها. ففي النهاية الحمد لله توفقت وكتبت بيتين. يقول: ضايقتني وانتهى، لا تقول سامحني، الحزن فيني كبر ما ينفع الشرح، وفر كلامك ترى ما ظني ينفعني، تصبح على خير وانا اصبح على جرح. الله. جميل جميل. طبعا احنا في فرحه الامارات، هذه القفشات جميله بعد، ودنا نسمعها. نديم، شو التجهيزات الجايه او شو مشاركاتكم القادمه؟ طبعا بكره هو 2 ديسمبر. هذا اليوم اللي نحن ننتظره من سنه الى سنه. طبعا احنا في الامارات كل يوم افراح. وانت سيد العارفين. شو التجهيزات اللي عندكم؟ والله التجهيزات نحن قاعدين نجهز شو اسمه في كم المشاركات القريه تراث، وهناك ماسكين الخيم وكل هذا اللي بنسوي ان شاء الله. باقي غرفه تجاره وبلدية العين امس خلصت، وشي عندنا كذا يعني مثلا مشاركين فيه، ونجيب لهم خيم ونجيب لهم تنسقون تشاركون في التنسيق وفي الاحتفاليات هذه. في الاحتفاليات، وبعد نساعدهم بعد يعني مثلا. جزاكم الله خير. نساعدهم مثلا عم العمال، نحن جبنا لهم حلويات مجانية. نعم. والخيم وتذاكر وزعناها عندهم حقهم يعني مثلا. نحن نقول لك شكرا. الله يسلمك. نحن نقول لك شكرا لك. الله يبارك فيك. هذه المشاركات والله هاي مو بشكر والله، هذا يعني هذا انا اللي اردها للدوله، معطيني وايد يعني مثلا. فهمت كيف؟ انا عايش، انا يعني مثلا شو اقول لك، مولود هني. نعم. ومن هذه من هاي الدوله يعني. نعم. فهمت كيف؟ الله يعزك. يعني واحب شعورك. واحب اشارك في المشاركات الدوليه، مشاركات الاحتفال العيد الوطني، وكل سنه اشارك، مو من هينا، ممكن تقريبا من 7 سنوات انا فاتح المكتب، 8 سنين فاتح مكتب جديد يعني، بس حق الفعاليات هاي يعني مثلا نشارك كل الفعاليات، ندور نحن بروحنا. نعم. نروح المكاتب. جزاك الله ما خير. ما نترين انهم يترشون الدعوه. نديم نحن طال عمرك انت نفس ما يقولون مولود هنا وابن الامارات. نعم والله. ونقول لك شكرا لك. الله يبارك طبعا فيك. مشاهدين الاعزاء، هذا مثال بسيط اليوم يعني حبينا ان نرويكم اياه. نديم انولد في دوله الامارات، وهو اليوم يحاول قدر المستطاع يقول أن أرد ولو جزء بسيط لدولة الإمارات، لأن احنا أبناء الإمارات شهادتنا مجروحة في دولتنا، ولكن هذا مثال بسيط شفناه. نديم شكرا لك. الله يسلمك. أشواقي وتحياتي لك. شكرا لك. أحمد المناعي الشاعر الجميل المتألق، شكرا لك. الله يعطيكم العافية. مشاهدينا الأعزاء، أيضا بنروح أو قبل ما نروح فاصل، أنا أشكر الزملاء في دانة الدنيا دبي وفي أبو ظبي، الزملاء الموجودين المراسلين في أبو ظبي وفي دبي أيضا أشكرهم. بنروح فاصل قصير وبنعود لكم، تريونا. We're gonna make it.
الشيخ يلي من جديد. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء من دار الزين، دار الخضره والجمال اللي كانت صحراء وتحولت الى مدينه خضراء. راشد الاحبابي، نجم الخليج، ارحب بك. الله يرحمك. شاعر جميل وشاعر متميز. الله يطول عمرك. انا بالحقيقه تفاجات بوجودك. الله يسلمك. انا خبرتهم قلت لهم يبون شعراء جميلين، ولكن انا مستانس اني اليوم اشوفك. الله يطول عمرك. وانا سعيد اكثر، كلمني واحد من الاخوان وقال يوسف المعمري الله يسلمك مسوي لقاء ولازم تجي نسوي مفاجاه. الله يسلمك. قناة الظفرة مسوي ارفع اسمايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب السمو رئيس الدوله. نعم. كذلك الى سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدوله الشيخ محمد بن راشد. كذلك الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي بمناسبه العيد الوطني، اليوم الوطني 43. ومهما نقول يا اخوي يوسف مقصري. جزاك الله خير. ايضا معنا الشاعر حسن ابراهيم الاحبابي، ارحب بك. يا حياك الله. اليوم هذه الحلقه حلقه عيال محبوب نفس ما قال القايل. الحمد لله رب العالمين. كلنا عيال زايد. مرحبا بكم من زريته لين وصلت. الله يسلمك. يا مرحبا بك. راشد، ابا يعني افتتح اللقاء معاك بقصيده. جعل السحاب اللي من الغرب مبداه. على قبر زايد ينثر سحابه. من وسمي اللام الرعد وانهم رماه يشقي حزوم الارض بعد الجدابه. على نصايب قبر زايد محياه همال ليل ما يوقف صبابه. ومع طلوع الشمس تنبت زواياه قبر الزعيم اللي رفيع جنابه. ويزم ورده كانه يسابق رضاه ويزهر عليه من البساتين غابه. يا قبر فيك العز والطيب والجاه، يا قبر فيك اللي الضعيف التجابه، يا قبر ضميت اللي الناس بحماه، يا قبر ضميت الفخر وانتسابه، زعيمنا اللي يحتمي الدار واقصاه، اللي عدوه بالمواجهه ايهابه، لو الفتى بيصير له ما تمناه، كان انه اهدى الشيخ زايد شبابه، الحزن طاوينا واحنا ما طويناه، لو مر 10 سنين ولا قرابه، ما دامنا حيين لا ما نسيناه، وما دام فينا من يحس بصوابه، وحد الامارات ورفعها برواه، واجتث من هالفقر ويا الكابه، لولاه يا شعب الامارات لولاه ما كان عشنا كلنا في رحابه، يالله عسى كتابه تلاقيه يمناه في ساعه كل يلاقي حسابه، وعسى جنان الخلد يا رب مثواه، وعساه بالفردوس بين الصحابه، والله كريم ما توقف عطاياه، الواحد اللي ما يخيب الرجابه، ورث شيوخ من بعده تساير اخطاه، نفس الخطا نفس النهج والتشابه، خليفه الله من المقادير يحماه، زعيم شعب ما شكا من غلابه، ولي عهده راعي الطيب مرباه، ابو خالد اللي العز به والذرابه، يا دار عيدك كل عام انت حراه في ظل حكام الشرف والمهابه. صح لسانك. صح لسانك. سبحان الله. انت لو بعدني طالبين هالقصيده هاي يمكن ما تذكرها. الله يعطيك العافيه. هاي قصيده جميله، انا سمعتها كذا مره والله من اجمل القصائد اللي سمعتها. والله من ذوقك يا اخوي يوسف. الله يرحم الشيخ زايد. امين. وحد الامارات نفس ما ذكرت في القصيده. الرسول عليه الصلاه والسلام عندما هاجر من مكه الى المدينه اول عمليه قام بها عمليه الاخاء ووحد الصفوف والتسامح ووحد الصفوف. نعم. زايد بن سلطان الله يغفر له ويرحمه قام بهذا الشيء، ونحن اليوم 43 سنه نذكر صحيح. هذا التوحد. ايش رايك اخوي راشد في هذا الموضوع؟ لو نتكلم على الشيخ زايد منا للعيد اليوم الوطني الجاي ما نوفي حق، يعني هذا شيء ما يختلف عليه اثنين، والله العظيم ان هذا الكلام لا هو مجامله ولا تملق اني الحين على الهواء، لا والله الشيخ زايد اسطوره مر في عصر يحتاج الشيخ زايد. نعم. العصر اللي كان الشيخ زايد فعلا الامارات في حاجه لوجود الشيخ زايد. نعم. وحد الامارات. نعم. من اخر اماره الى السلع، يعني تشوفنا اخوان، تشوفنا احبه، تشوفنا بيننا توالف، تشوف يا طويل العمر ان يعني سبحان الله، يعني حتى يوم تسير في الامارات الشماليه ولا في ابو ظبي تحصل يعني نفس الشيء، حتى نفس طبعًا. الطبيعه نفس. نعم. المبنى نفس الاحبابي نسيب المعمري والمعمري. نعم. نسيب. نعم. الظاهري. نعم. والظاهري نسيب الشحي. صاروا كلهم الشيخ زايد وحد الامارات. نعم. واحد واسره واحده. نعم. يعني احنا يعني في طبيعه حياتنا يوسف الاجتماعيه غير انه. نعم. وحد الامارات، وحد مجلس التعاون. الله الله. نعم. مجلس التعاون فكره من
الله يحفظ دول الخليج. الله يحفظ دول الخليج، والله يدي من حبه بين الخليج. صرنا على قلب نعم. رجل هو واحد. هو صاحب فكرة مجلس التعاون. نعم، وبشرك احنا اليوم في الاحتفالات هذه انا وياي كانت في مسيرة اشوف فيها سيارات قطار وسيارات البحرين وسيارات عمان. طبعا نوجه لهم تحية. ايضا اخواننا في سلطنة عمان اصروا ان يشاركونا هذه الفرحة. المسيرات قائمة من مسقط الى البريمي الى صلالة. نعم. الاوبريتات، القصائد، الاغاني، الكل قاعد يشارك. نعم. وردني اتصال قبل الهواء بساعتين تقريبا في طال عمرك تقريبا اكثر من 400 سيارة مسيرة متحركين من مسقط الى العين. قلت لهم مو بتلحقون ما شاء الله. الله يحفظهم 400 كلها من حب زايد ومن حب بلاد زايد ومن حب عيال. الله يسلمك حسن. نعم. شاعر طبعا انت عيال محبوب كلكم شعراء ما شاء الله عليك. ما عليك زود والله نعم وسبعه. ما عليك زود طول عمرك باقي صيد على السامعين. شو مجهز لنا في هاليوم؟ والله طال عمرك اول شيء طال عمرك ارفع ايات تهاني والتبريكات الى صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان حفظه الله رئيس الدوله الله يحفظه ان شاء الله، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والله هنا نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم دبي حفظه الله، وإلى إخوانهم إلى أصحاب السمو إخوانهم حكام الإمارات وأعضاء الاتحاد. نعم. وإلى سيدي الفريق أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولعهد أبو ظبي، وإلى أولياء العهود وشيوخ الإمارات وشعب الإمارات. نعم. كافة. على ذكر التهنئة من كم من يوم طال عمرك سوينا لقاء مع شخص عمره فوق 80 سنة، أقول له بغينا تهنئة، هو ريال كبير وعاد قدر ما يسمع. قلت له الوالد بغينا تهنئة، أقول له تهنئة للشيوخ ولشعب الإمارات. قال اسمع الشيوخ وشعب الإمارات هنيناهم كثير، السنة هذه خلنا نهني الحجر والمدر والشجر. الحمد لله. اللي على أرض دولة الإمارات تراهم في خير، حتى الشجر قال نعم في خير. نعم والله حتى الشجر. نعم. والطيور والجميع ما في الإمارات في خير. الحمد لله. ونحمد الله ونشكره. شو بتسمع؟ فمشاركتي طال عمرك قصيدة بعنوان عروس المجد. فعلا إماراتنا عروس المجد. الله 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 الله. يا عروس المجد لابس تلقى لايد، افرحي بالعيد عيد الاتحادي. يا الإمارات الفخر سبع الفرايد. عاد عيدك بالسعادة يا بلادي، تحت راية عز وتحت هبة قايد، كل عام والعطاء زرع وحصادي. لبست الجواهر، لبست عقود الجواهر بيد زايد، لين وصلت قمة المجد الريادي. قادها للمجد واعطاها شهايد، يا عسى قبره يعطر بالزبادي. والخلف خير السلف يا خير قايد، رافع الرايات ورسي يا بلادي. في ذر اللي ينعرف وقت الشدايد، خطته لما رسمها ما تعادي. يا خليفة يا عسى ايامك جدايد، يا الزعيم اللي على خصمك عيادي. يشهد التاريخ في عرض الجرايد، للقروم اللي على القمة اسيادي. ونايب الحاكم محمد له سنايد، عزوة اللي له حداه الوقت حادي. محمد ولد راشد وفي الوعايد، محمد ولد راشد وفي الوعايد. فارس ياطا على روسة الأعادي، وساعده لمن عقاب له صوايد، ذاك ابو خالد والاخوانه سنادي. الله الله. يا فخرنا يا ذرانا يا بن زايد، نستفيد العلم منك والعتادي. طور القوات ورها كل كايد، طور القوات ورها كل كايد، صامل الهدات لضغط الزنادي. وحن دروع للوطن جندي وقايد، وحن دروع للوطن جندي وقايد. نرفع الرايه على بيضه ليادي، شعب واحد ما تفرقنا العقايد، والوطن غالي ومنزله الفوادي. يا عروس المجد لابس تلقى لايد، عاد عيدك بالسعادة يا بلاد. الله الله. صح لسانك، صح لسانك، جزاك الله خير. بدنك اخوي حسن، الكل قاعد يحتفل، الصغير والكبير والمواطن والمقيم، الكل سواسية. حتى يعني نشوف في زينة السيارات، الكل قاعد طال عمرك يزين في كل شيء. طول عمرك لقيت طال عمرك من ايام واحد افغاني فمسكين ما يعني ما يعرف عربي جديد، فيقول اي لاف يو امارات، اي لاف يو امارات. قلت انت شو تعرف عن الامارات؟ يترجم لاخويا قال شو تعرف عن الامارات انت؟ قال الامارات زياده حب، زياده حب. الحمد لله. فشوف الحمد لله. هذا طال عمرك المحبه هذه، ابونا زايد الله يغفر له.
اللهم ويرحمه. الله يرحمه. زرعها طال عمرك وسوى لنا كرامه في كل يعني اقطار العالم. نعم. يوم تسافر انت طال عمرك في دار وظهر جوازك جواز الامارات وحطيته طال عمرك على الكونتر قام لك واقف وقال لك ما راح بس صح ولا لا؟ صحيح. كمل المسيره. هي مره نعم. كنا مسافرين ولا قاطع كلامك. تفضل. كنا مسافرين مره جينا قبل لا نجي عند الكونتر ففيه واحد يفتش الجوازات. من جيت انا وفتش جوازي انه قدمني من اليسار وفي يمين هي جانب وناس انه قدمني على الكونتر. الله الله هذا جهد وهذا كله فعل زايد ومحبه زايد. طال عمرك هذا ما يبي بالساهل يا الشاعر راشد هذا الشيء ما يبي بالساهل. نعم هذا يطول العمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وزايد ما زرع في العالم الا طيب. ان خلق طيب وعنبر وراح طيب وعنبر. الله الله يرحمه الله يرحمه. قدر الشعب في تقدير زايد. زين. والحمد لله وشعب الامارات من ارقى الشعوب. الحمد لله. ومن الطف الشعوب ومن الناس اللي يعني اللي مثل ما تقول يعني عنده بروتوكول احترام ثابت. ثابت. ما تلقاه انه يغث الناس ولا تلقاه انه رايح يسوي مشاكل ولا تلقاه بالعكس مخلص. تلقاه سبحان الله يعني كانه رايح يعني في غريزه في نفسه انه يمثل. الله المستعان. هذا اللي زرعوه شيوخنا الله يطول طال عمرك يعني معازيبنا الله يطول في اعمارهم الشيوخ طال عمرك وصياتهم دائما يوم مثلا هذا بيصير يدرس برا ولا شيء قال تراك انت سفير. اي صح. نعم صحيح. ودائما بنتكلم عن طال عمرك الاتصال المباشر ما بين القاده والشعب. اليوم احنا طال عمرك قالوا والله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في زياره لمواطن كذا لمريض في مستشفى. نعم. انت كمواطن اماراتي اليوم شو شعورك لما تسمع هذا الخبر؟ يعني الشعور مفرح. تحس يعني ان راس هرم الدوله عند انسان بسيط. نعم. يعني شو شعورك بيكون؟ يعني انت تشوف الشيخ محمد الله يطول عمره بيمر بيلاقي انسان على الرصيف بيروح وهذا الشيء صار. نعم. يقعد عنده يقول شو عندك؟ شو اللي مضايقك؟ شو المشاكل اللي عندك؟ والله ان هالشيء انتم تعرفون انه صار. واقع واقع. نعم انا بكلمك عن واقع هذا صار في ابو ظبي. الشيخ محمد كان يمشي رياضه، هذا الكلام سمعته واكيد. نعم. وشافه واحد من الشعب العامه وقف وراح عند الشيخ يسوي رياضه. نعم. جاء قال طويل العمر السلام عليكم، قال عليكم السلام. قال بس بسلم عليه، قال روح انتظرنا قدام هناك انتظرنا قدام. ونحن بنكمل الرياضه وبنجيك. فالولد من الناس اللي مثل ما تقول يخافون. نعم. فراح وانتظر شوي قال ها يمكن يزعل مني الشيخ ولا شيء. فروح وخذ اللفه ورد، شافوه ورد قال وين؟ قال السلام عليكم، يعني انه شارد هو. فرقم سيارته كان موجود اتصلوا به قالوا ليش روح؟ قال والله بس روحت انا خايف وكذي. فالشيخ محمد الله يطول عمره امر له بسياره وامر له بمبلغ. الله اكبر. يلا اكبر. شوف الطيبه. طيبه. نعم. سبحان الله. هذا نحن لو نتكلم في افضال شيوخنا ما راح نخلص. الله يطول. ولكن الله. يا جماعه الخير هذه نعمه. نعم. تبغى حمد وشكر. الحمد قولا الله. وفعلا احنا اليوم نحمد الله ونشكره على وجود هذا القاده. الحمد لله. اتصال مباشر اليوم نحن في وسائل الاعلام الله يسلمك طالعين على هوا لا عندنا قولوا كذا ولا تقولوا كذا في حريه في ديمقراطيه في كل شيء. نعم. هذه نعمه انت كشاعر تكتب كلماتك من من, من افكارك. نعم. ما حد قال لك اكتب كذا ولا اكتب كذا صح ولا لا؟ صح. فهذه نعمه. شاعر نبغى قصيده ثانيه اذا عندك نستمع لها. والله طال عمرك عندي قصيده وطنيه كلها القصايد اللي عندي اغلبيتها. نعم. وطنيه كلها في القوات المسلحه. نعم. وفي شيوخ الله يطول عمارهم. آمين. مش حافظينها ما علينا احنا بنشوفك ان شاء الله مره ثانيه. عندي طال عمرك. اي بنشوفك مره ثانيه راشد. سريعا في دقيقه بيتين على السريع للمشاهدين الاعزاء. يالله يالله يلي ترزق الارض الامطار من صادق الهمال تسقي وطننا كريم يا منشي من الغيم مدرار في كرجة ونفوسنا ترجينا يلا برايح واسمي نسقي الدار الرعد منا ونايض البرقة منا يصحي نهار ويسري الليل مطار يلين يخضر كل غصن تثنى من بعد ذكر اللي له اشخاص الابصار مما تجود به القرايح ضمنا في حب دولتنا نسطر
بلا شعار نفوسنا واقلامنا ترسمنا سلام يا سبع الامارات الاقمار يلي على وجه البسيطه رسلنا وسلام يا قاداتنا العز الاخيار يا حاجبينا عن كوارث زمننا وسلام يا النهضه من اعمار الاعمار وسلام يا قواتنا ويا امننا وسلام يا شعب على عهد واصرار ما ينخذل مهما السنين عصفنا عشنا على وجه الثرى كلنا احرار والبيت واحد والشعوب حسدنا بقياده الزيزون طويله الاشبار اللي على بيظنوا حاكمنا القايد اللي له جميلات الاذكار من جود كفه رحمتنا تغمرنا لان خليفه مكرم الضيف والجار يجود يوم من السنين امحلنا ولي عهده راعي الطيب والكار اللي له كفوف البشر ترفعنا تحيا يا ابو خالد لنا ظل وستار يا عزنا نبراسنا يا املنا لكم ولانا سيدي سر وجهار ما يختلف مهما تغير زمننا وانصار بين الناس خاين وغدار ما هو على طول الليالي بمنا ونقيل لك في الناس وافين وخيار ذولاك والله يا ذر المجد اهنا حنا شعب وافعالنا عز وشعار وجه الصحيح اللي ظهر يجمعنا نارث ولانا من كبيرين لصغار وفي واجب دون البلاد اشرنا والله يرحم سيدي باني الدار زايد بنى الاجيال الله الله صح الله لسانك نشكرك نجم نجم الخليج الله يطول الشاعر راشد الحبابي واشكر ايضا الشاعر حسن الحبابي طلبت قصيده مني وجاهزه انتهى معانا الوقت وان شاء الله اوعدك ان راح تطلع معانا في الايام القادمه باذن الله مشاهدينا الاعزاء هذه كانت تغطيتنا في مدينه العين وفي هذه التحفه المعماريه استاذ هزاع الجو جميل بدت السحب من كثر الشاعر ما يطر السحب يتنا السحب ولله الحمد نشكركم على المتابعه انقل الكلمه الى الزميل عبد الله في دانه الدنيا دبي عبد الله اليك الكلمه حياك الله يا يوسف وشكرا كل الشكر لك يا يوسف ولضيوفك الكرام على هذه اللقاءات الشيقه والجميله والابيات الشعريه اللي زودتنا بها ان شاء الله في حلقتنا طبعا الان نحن نرحب باخواننا خليفه وخديجه الحين صاروا ويانا في الاستوديو وايضا نرحب مره ثانيه بريم من ساعتين ما كنا على الهواء مساء الخير كيف كان يومكم كيف كانت الحلقه من فرحه الامارات كيف كانت الحمد لله الحمد لله كانت وايد الفعاليات حلوه والاوبريت كان جميل جدا والضيوف كانوا اكثر من رائعين ما شاء الله الحمد لله شجعونا خدنا نصيب الاكبر منكم احنا فتره صباحيه يمكن اكبر عنكم شويه الفتره اللي اخذناها لكن انتم بشرونا شو اجواء الشوارع قبل لا نطلع نحن والله ما شاء الله زحمه وانا كنت في البيت قاعده اتبع صراحه فرحه الامارات شفت كم اللقاء والفعاليات الافلام الوثائقيه اللي قدمتوها كان شيء جدا رائع وفرحه فعلا كانت في عيونكم من عبر شاشه الظفره كانت باينه يعني فما شاء الله عليكم ايضا التبريكات ونحن جايين في الطريق سلمك الله لدبي انا طبعا كنت بايت في دبي وانا ظاهر صب علينا المطر فهذا فال خير ان نحن في هاليوم هذا ومطر وسعاده وفرحه لا وخليفه قال لي انا جيت وجبت المطر معاي ما شاء الله ف... يعيدكم جابك الخير يعيدكم جابك الخير يعطيكم الصحه والعافيه يعطيكم العافيه اذا مشاهدينا نشكر مره اخرى زميلنا عبد الله وريم على جهودهم وتواجدهم معاكم اليوم اكيد بس اخبركم ان يجدد لقائهم معاكم باكر بعد ثاني من ديسمبر فرحه جديده للامارات في حلقه جديده الساعه 10 صباحا